كثرة جمهور معناتها بعدد غفير، ان شاء الله ما تخرجش على نطاقها معناتها تتعدى في كامل الروح الرياضيه واللي انتصر مبروك مسبقا. وقبل اليوم مباراه ما تسمى هامه اللي نحن خاطر نجريو عليه هو 3 نقاط. بالنسبه احنا كما قلت هامه ياسر خاطر باش نكملوا الفتره هذه نتاع الراحه باش نكملوا معناتها في جو باهي وندخلوا من بعد في الجوله المقبله ندخلوا معناتها بارتياح ندخلوا. شو اهم عامل باش يحدد مصير المقابله هذه؟ يظل لي اهم عامل هي الخبره كما تقول. عبودة والشيخ يأكدوا إذن الإطار اللي دور ضمنه اللقاء حاول كل فريق أن يستغلوا للتأكيد، نقصد تأكيد نتائجه الطيبة في الفترة الأخيرة. المقابلة ما كانتش فيها مقدمات وجس نبض لأن الشباك اهتزت منذ الدقيقة الثالثة. كوباني ساند العمل الهجومي مما مكن الترجي من الضغط أكثر، ولكن الشبيبة في نهاية الفترة الأولى ستستغل شيء من التراجع من جانب الترجيين لتقوم ببعض المحاولات تمكن على إثرها بهلول بعد توزيع من عماد الدندان من تذليل الفارق في الدقيقة 45. يظل يصاب صدق بروح أخرى يظل يصاب بدو كما عم بدنا الفامينيت الأولانية باش نبداو الشوط الثاني. عادي الحمروني يحاول تسجيل منذ بداية الشوط الثاني لحسم الأمور، ولكن الشبيبة أثرت يقظة كبيرة في الدفاع. أبناء خميس العبيدي كانوا منظمين أكثر في الشوط الثاني. صحيح ان الترجي واصل سيطرته، لكن الفريق المحلي لعب بنديه اكبر، ورغم تعدد محاولات الجابسي والشابي والتلمساني فان الدفاع المحلي بقى متماسك. مراقبه التلمساني من قرب والحذر في مستوى الجهتين اليمنى واليسرى لدفاع الشبيبه ما خلتش الترجي يستغل بعض الثغرات. وانتظروا الزائرين الدقيقه 37 من الشوط الثاني ليستغل هذه الهفوة من عماد الميزوري الشاب، إذن بذكاء يسجل الهدف الثالث. الترجي إذن أكد حسن استعداده وحقق المهم في هذا اللقاء، ولكن بطريقة لم تكن سهلة. لذلك مردود الفريق عموما ما يزال يتحسن من مقابلة إلى أخرى.